بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثالث في الدورة العلمية الثانية، والتي نتحدث فيها عن أحكام الصيام. وكنا في اللقاءين الماضيين قد ذكرنا أهمية الصيام وما يتعلق به من أحكام، وتميز هذه الأمة بفضيلة شهر رمضان، وذكرنا من يحل لهم الفطر في رمضان. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله باب ما يفسد الصوم. يقول المؤلف رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعطى أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمدى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. هذا يشتمل على مسائل كثيرة. المسألة الأولى: من أكل أو شرب في نهار رمضان متعمدا ذاكرا لصومه فإن فعله هذا محرم ويفسد صومه. ومن مفسدات الصوم في رمضان أو في غيره الأكل أو الشرب، سواء كان صوم نفل أو صوم فرض أو صوم كفارة أو صوم نذر. فالإنسان إذا أكل أو شرب متعمدا فإن صيامه يفسد ولا يعتبر حينئذ صائما، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الفترة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذه لا يجوز فيها للصائم أن يأكل أو يشرب، فإن أكل أو شرب فقد انخرم صومه وفسد ولا يعتبر حينئذ صائما ما دام أنه فعل ذلك متعمدا. ويدخل في هذا الشراب من أي نوع، سواء كان ماء أو كان عصير أو كان دخان، والأكل يدخل فيه أيضا جميع أنواع الأكل من الطعام المعتاد أو من الأدوية والحبوب أو من غيرها من الأشياء التي يتعاطاها الإنسان من فمه. المسألة الثانية قوله: من استعاط. السعوط هو إدخال الشيء في الأنف، فالاستعاطة هي الصب في الأنف. فإذا أن إنساناً أدخل إلى جوفه شيئا من طريق أنفه فإنه حينئذ يعتبر إذا وصل إلى جوفه قد أفطر وفسد صومه إذا كان متعمدا بإدخاله وذاكرا للصيام، لأن الأنف منفذ يوصل إلى المعدة. ولهذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام
كان يحث على المبالغة في الاستنشاق لأجل النظافة ونظافة الأنف، ودين الإسلام هو دين النظافة، لكن في حال الصيام نبه المسلم على أن لا يبالغ في الاستنشاق، فقال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا بالغ الإنسان في الاستنشاق فإنه يخشى أن يتطاير مع هذه المبالغة شيء ينزل إلى جوفه من الماء، فلا يبالغ حال الصيام. نعم يستنشق استنشاقا طبيعيا من دون مبالغة، وأما إذا كان غير صائم فإنه يبالغ لأجل الزيادة في التحري في النظافة، لأن الإنسان مطلوب منه أن يتنظف ويجتهد في النظافة، والأنف كما هو معلوم محل لاجتماع المخاط والأذى. المسألة الثالثة: من أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع، بمعنى لو فتح بطن الإنسان وربط أنبوب يوصل الطعام للمعدة مباشرة، فتعاطى الإنسان وهو صائم شيئا عن طريق هذا الأنبوب يوصل إلى المعدة، فإنه يفطر، فيعتبر حينئذ قد أفسد صيامه إذا أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع من جسده. أيضا لو أدخل الطعام أو شيئا إلى جوفه عن طريق الدبر كالحقنة الشرجية ونحوها، فإنها تفطر الإنسان الصائم إذا كان الإنسان متعمدا وذاكرا لصيامه. المسألة الرابعة، أو مما هو يتعلق في هذه المسألة، مسألة استعمال الإبر المغذية. فالإبر المغذية التي تؤخذ عن طريق الوريد وهي من المغذيات، فهذه تفطر الصائم. وأما الإبر غير المغذية سواء كانت في العضل أو كانت في غيره، فقال كثير من أهل العلم إنها لا تفطر، والأحوط للإنسان أن لا يستعملها إلا عند الضرورة القصوى حال الصيام. وأيضا مما يتعلق بهذه المسألة مسألة غسيل الكلى الذي يجري فيه إخراج الدم وتنظيفه وإدخاله مرة أخرى، فإن هذا يشتمل على مواد تضاف إليه في الغسيل، فالإنسان الذي يستعمل الغسيل وقت الصيام صومه قد فسد ولا يصح منه. وهناك مسألة أيضا وهي مسألة استعمال البخاخ للمصاب بالربو، قال كثير من أهل العلم إنه لا حرج فيها، لأن ما فيها من نسبة الدواء هي لا تشكل شيئا يعتد به، وهي من جنس الهواء الذي يستنشقه الإنسان في طريقه وفي الفضاء، فإذا كان في الجو رطوبة أو نحو ذلك فإنها لا تؤثر على الصيام. فكذلك مثل هذه البخاخات التي تساعد الإنسان على التنفس براحة، ومثله الأكسجين الذي يعطى للإنسان عن طريق الكمامات ونحوها، فإنه لا حرج
في استعمالها عند الحاجة ولا يؤثر ذلك على الصيام. ومن المسائل التي ربما يسأل عنها بعضكم استعمال المنظفات مثل السواك وقت الصيام ونحوه. السواك سنة مستحبة لكل مسلم صائما أو غير صائم، في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، فيشرع للإنسان أن يستعمل السواك ولا حرج في هذا. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان السواك طريا فإن المادة التي توجد فيه تكون قوية فيتخلص منها ولا يبلعها، إذا نظف أسنانه فإنه يلفظها ولا يبلعها، وهذا هو الأحوط للإنسان. وكذلك يقال في استعمال الفرشة والمعجون فيستعملها الصائم ولا حرج عليه، لكن يجتهد في تنظيف أسنانه لئلا يبقى بين الأسنان شيء ينزل إلى الجوف فيما بعد، فينظف الإنسان أسنانه من أثر المعجون. وأما استعمال الإنسان شيئا على البشرة من المرطبات والملينات كالإدهان بالأدهنة لعلاج جرح أو لترطيب البشرة بالكريمات ونحوها، فهذه لا حرج فيها ولا تؤثر على الصائم. ومثل ذلك يقال في حق العطور، فإن العطور لا تؤثر على الصيام إلا مسألة وهي مثل البخور الذي يكون له جرم، فكون الإنسان يستنشقه ويدخله إلى جوفه يخشى عليه أن يؤثر على صيامه، وإنما إذا تطيب به في ملابسه وشمه في الهواء فلا حرج فيه حينئذ. وهذه المسائل كلها متعلقة بالمسألة الثالثة. وأما المسألة الرابعة فهي قوله من استقاء فقاء. القيء هو خروج شيء من الجوف عن طريق الأفم، إذا وجد عند الإنسان بعض الغثيان فإنه يندفع ما في المعدة للخارج، هذا النوع إذا أن الإنسان استدعاه فإنه يفطر، وأما إذا غلب الإنسان فلا إفطار ولا حرج عليه ولا يضره. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. فالإنسان الذي يغلب على القيء لا حرج عليه، وأما الإنسان الذي يتعمد إخراجه بإدخال أصبعه في فمه أو غير ذلك فإنه حينئذ يفسد صومه وعليه القضاء. المسألة الخامسة وهي من المسائل التي يغفل عنها بعض الناس، قال من استمنى أو قبل أو لمس فأمنى فسد صومه، لأن الامتناع عن الشهوة من الصيام. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول عن الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في بيان أنه يثيب على الصيام بلا عد، فذكر الشهوة مع الطعام والشراب. والمراد بالشهوة هي الشهوة شهوة الجنس، فلو أن الإنسان استمنى يعني طلب خروج المني، أو أنه قبل زوجته، أو أنه لمسها واستمتع بها في
المداعبة ونحو ذلك، فخرج منه المني فإن صيامه يفسد ويعتبر قد انتهك حرمة الشهر وأفسد صومه. فمثل هذا العمل محرم على الإنسان ويجب عليه أن لا يمارس هذا الشيء، والطريق الموصل للحرام حرام، فيمنع الإنسان الصائم من أن يعمل هذه الأعمال لئلا تودي به إلى المحرم وهو فساد الصوم. المسألة السادسة قوله أو أمدى. المذي هو مادة شفافة تخرج عند المداعبة، فبعض أهل العلم يرى أن الإنسان إذا حصل منه مداعبة وهو صائم فخرج منه المذي أنه يفطر، والقول الآخر أن هذا لا يفطر، لأن هذا مما يشق التحرز عنه ويصعب للإنسان أن يسيطر عليه في بعض الأحوال. ثم إنه دون المني في حصول الشهوة فلا يقاس عليه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يعرض نفسه لهذه الأمور، لأنه إذا خرج منه المذي يحتمل أن يخرج منه ما وراءه وهو المني، وخروج المني لا إشكال فيه في أنه يفسد الصوم. المسألة السابعة قوله من كرر النظر حتى أمنى. فلو أن الإنسان صار يتابع النساء ويكرر النظر إليهن فإنه إذا خرج منه المني فسد صومه، لأن هذا حصل بفعل تلذذه، ويمكنه التحرز منه بالانصراف عن المتابعة لمشاهدة هذه الشهوة، وهذا يدخل فيه متابعة الأفلام والصور الماجنة، فإذا أن الإنسان تابعها واستمر في متابعتها فخرج منه المني فإنه يفسد صومه. وأما لو أن الإنسان فكر من دون مشاهدة، هو لا يرى شيئا ولكن جاء في خاطره صورة زوجته أو غيرها أو نحو ذلك فخرج منه المني، فهل يفطر؟ قال العلماء لا يفطر، لأن هذا مما لا يتحكم فيه الإنسان ولا يستطيعه، فخواطر النفس التي تعرض للإنسان لا يستطيع السيطرة عليها، بينما كونه يمارس هذا الشيء بنظره أو بلمسه أو بمباشرته هذا يستطيع ويؤاخذ ويقال كف عن هذا، لكن ما يجول في الخاطر يصعب على الإنسان صرفه، فلو خرج منه مني فلا يفسد صومه، وهذا هو الذي رجحه الكثير من أهل العلم. المسألة الثانية الحجامة حال الصيام. فالإنسان إذا احتجم وهو صائم ويذكر صومه فإن صيامه يفسد، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة تفريغ للدم، وتفريغ الدم يضعف البدن ويشق على الإنسان فيه مواصلة الصوم، وهو تفريغ لكمية كبيرة من الدم،
والنبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم. فقيل ما شأن الحاجم؟ قال لأنه يعرض نفسه لتطاير شيء من رذاذ الدم عندما يمص المحاجم، وأما المحجوم فلما يصاب به من الضعف ونحو ذلك، وخروج الكمية الكبيرة من الدم. وقاس العلماء على ذلك مسألة التبرع بالدم حال الصيام، فالإنسان لو تبرع بالدم وهو صائم فإن صومه يفسد. وكذا إذا أخرج كمية متعمدا ذاكرا لصومه كبيرة من الدم فإنه يفسد. وأما إخراج الكميات اليسيرة كالتي تؤخذ لإجراء التحاليل المخبرية فهذه كمية يسيرة لا تؤثر على الصيام. وأما المسألة التاسعة فهو لو أن الإنسان حصلت منه الأمور الماضية وهو ناسي أنه صائم أو مكره على هذا الشيء، كما لو أن الإنسان صب الماء في حلقه فهذا مكره لا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فكون الإنسان يكره على هذا الشيء فلا يلحقه وزر. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالناس لا شيء عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فكون الإنسان يأكل أو يشرب وهو ناسي للصيام لا حرج عليه ويتم صومه ولا شيء عليه. والمسألة العاشرة قال المؤلف لو أنه طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار فإنه لا يفسد صومه لأنه لا قدرة له على ذلك ولم يتعمد هذا الشيء. إنسان مثلا كان فاتحا فاه يتكلم أو غافل فدخل ذباب أو تراب أو غبار فلا يؤثر عليه لعدم اختياره في ذلك. ذكر العلماء رحمهم الله مسائل من جنس هذا، قال لو كان إنسان صاحب طاحون يطحن الحبوب ونحو ذلك فيتطاير إلى حلقه شيء من هذا الطحين أثناء طحنه فهل يفطر؟ قالوا لا لا يفطر، لكن عليه التحرز من ذلك، ليس له أن يتعمد فتح فاه لأجل أن يتطاير الدقيق إلى حلقه فإن هذا تعمد، لكن لو كان شيء من دون تعمد فلا يضره حينئذ في صومه. والمسألة الحادية عشرة لو أن إنسانا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه من دون قصد منه فإنه لا يفطر ولا يضره ذلك لعدم تعمده، فيكون حكمه كمن أكل أو شرب ناسيا. فلو أن الإنسان وهو يتمضمض بالغ في المضمضة أو بالغ في الاستنشاق فوصل الماء إلى الحلق فلا يضره ذلك ولا يفطر به إلا إذا أنه هو الذي تعمد هذا الشيء. المسألة الثانية عشرة يقول من فكر في أمور الاستمتاع بالزوجة أو غيرها فخرج منه المني فإنه لا يفطر بذلك،
ولو كان دفقا بلذة، لأن مجرد حديث النفس لم يصحبه عمل وهو معفو عنه، لما ورد في البخاري ومسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا لم يتكلم الإنسان أو لم يعمل شيئا فخرج منه المني، فإنه لا يضره لعدم فعله أو قوله، وإنما حصل منه التفكير، وينبغي له أن يصرف ذهنه عن هذه الأشياء. المسألة الثالثة عشرة: التقطير في الإحليل، يعني في الذكر، لو أنه قطر في الذكر فإن هذا لا يفسد، لأن المجاري لا تمتد إلى الجوف وإنما إلى المثانة ثم إلى الكلى، وهذه لا تصل إلى المعدة، فلا يؤثر على الصيام. المسألة الرابعة عشر: الاحتلام، لو أن الإنسان احتلم وهو صائم فما حكم الصوم؟ قال: لا حرج، صيامه صحيح، لأنه لم يتعمد هذا الشيء، وهذا أمر خارج عن إرادته ولا قدرة له عليه. فكون الإنسان يحتلم وقت الصيام لا يضر الصوم ولا يؤثر عليه. المسألة الخامسة عشر: يقول: من أكل عند غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت فتبين أنه نهار، كما لو كان هناك غيوم فأظلمت الدنيا، فقام وأفطر ثم بعد قليل انزاحت الغيوم وبانت الشمس، فما حكم الصيام؟ قال: يفسد صومه وعليه القضاء، لأنه أكل في النهار في رمضان وهو مختار لهذا الشيء، فإنه يلزمه قضاء هذا اليوم ويعتبر قد أفسد صيامه. قالوا: كما لو أن إنسانا لم يعلم بدخول رمضان فأكل أو شرب، وهذا قد يحصل في اليوم الأول من رمضان، بعض الناس لم يعلموا بدخول الشهر فيأكلون ثم يتبين لهم إذا خالطوا الناس أن اليوم صيام فيلزمهم قضاء هذا اليوم. المسألة الثانية: من أكل وهو يشك في طلوع الفجر، الإنسان إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر فما حكمه؟ قال بعض أهل العلم: إذا لم يتبين له أنه قد بان الفجر فلا حرج عليه، لكن لو تبين له أن أكله كان في الفجر، كما لو أن إنسانا استيقظ من النوم فقام وأكل وشرب ثم سمع وهو يأكل أو يشرب، سمع الناس يصلون، فهذا يقينا أكله كان وقت بعد طلوع الفجر، فهذا يلزمه القضاء. ثم ذكر مسألة أيضا مرتبطة بالمسألة السابقة: قال: من أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. الإنسان إذا كان لم يتأكد أن الشمس قد غربت فإنه يكون لم يتبين له أن الأمر ليل
والإنسان لا بد أن يحتاط، وفي هذا الزمن قد سهل على الناس استعمال الساعات ومعرفة الأزمنة لليل والنهار، ولكن لو وقع للإنسان شك لا يدري هل صادف أكله بعد الغروب أو قبل الغروب ولا يدري ما الذي صار، فقال بعض أهل العلم إنه يلزمه القضاء احتياطا لأنه لم يتأكد من غروب الشمس، فلا يأكل الإنسان ولا يشرب ولا يتعاطى شيئا من المفطرات إلا بعد أن يتأكد أن النهار قد انتهى وأن الليل قد بدأ، وهذا معروف في وقت الصحو، لكن إذا كان الوقت وقت غيوم فإنه يوجد فيه الإشكال عند الناس الذين لا يوجد عندهم وسائل مثل الساعات ونحوها. هذه المسائل متعلقة بهذه الجزئية، وهي من المسائل الحيوية التي ينبغي للناس أن يتفقهوا فيها ويدركوا أهميتها حتى لا يتعرضوا لإفساد عبادتهم، لأن الصوم شأنه عظيم ومكانته عند الله تعالى غالية وعالية، فلا يتهاون الناس في أمر الصيام ويجرؤ على انتهاك حرمته. نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لصالح الأعمال والأقوال والنيات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.